أول شيء في البداية إحنا اليوم كمتنا انعقدت قبل ساعة في حوارة كأهل الشهداء. هاي الكمية هي اللي بتمثلنا وبتمثل كل الأحرار، وهاي الكمية هي اللي بتحافظ على إرث الشهداء، وهاي الكمية اللي بتحافظ على وطننا وعلى أرضنا وعلى مقدساتنا. هاي الكمية هي اللي بيفرحوا لها الشهداء، هاي الكمية اللي بتثلج جميع قلوب الأحرار، هي قمة حوارة. أما ما يسمى بقمة العقبة فهي يعني تكميل للمؤامرة، مكمل للمؤامرة اللي أحيكت ضدنا منذ يعني 3 عقود، من فترة يعني من 2.5 سنين أو من 2 سنين خلينا نقول، شاف العراب الأمريكي أنه ثل من المناضلين بالكتيبة والعرين مرضعوش من حليب دالتون وما مشيش معهم المخطط القذر اللي أحيك لقضيتنا، فقرروا انهم يكونوا يعيدونا البوصلة الى مكانها الصحيح، يرجعونا العزة والكرامة اللي افقدتنا اياها سنين اوسلو القذرة. اللي بصير قاعد بالعقبة هو مؤامرة على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، هو مؤامرة على أحلام الشهداء، هو مؤامرة على الأسرى ونضالاتهم، هو مؤامرة على المصرى، هو مؤامرة على كل حبة تراب فلسطينية. بالتالي هاي عبارة عن مقايضة، مقايضة ما بين العرابين، هي على فكرة يعني كمية أمنية بحتة إلها علاقة بمقايضة، خذوا شوية مصاري انتعاش مقابل انه نقضي على الكتيبة وعلى العرين، بتدريب طبعا 5000 جندي. ما هم الجنود اللي عندنا وكل الكتائب اللي عندنا صار دورها تقدم رز ولبن وعشاء ببيوت الشهداء. احنا شو بدي بيهم؟ انا شو بدي بيها الكتائب؟ هاي الكتائب جاي تخلص علي؟ ما كل يوم بفوت الجيش الاحتلال، كل يوم الاحتلال المجرم بفوت مقتل على مرأة من عيونهم. هاي الكتائب جاي تقتلني انا يا ابن شعبي؟ انا اللي الظواهر هاي اللي قاعد بتحميك، الظواهر اللي قاعد هاي الناس هذول اللي قاعدين ما لهمش غير رب العالمين واقف معهم، بدافعوا عن كرامتنا وعن عزتنا، بناموا بالليل بالسقعة بالبرد بالعراء عشان يدافعوا عن ما تبقى لنا من كرامة. انت جاي بتقول الاتفاق امني، امريكا من وين انت بتهمها مصالح الشعب الفلسطيني؟ امريكا قاتل احلام الشعوب، امريكا هي اسرائيل، واسرائيل هي امريكا. لا يمكن ان تفكر امريكا باي مسألة قد تفيد قضيتنا وشعبنا، بل بالعكس. ولكن للأسف هاي القيادة خارجة عن الوعي، لم تستفيد من الدروس السابقة، ولم يصلها يعني الرسالة انه امريكا هي عدو اكثر من الاحتلال. بالتالي هاي الكمة مرفوضة من جميع احرار الشعب الفلسطيني بمكوناتهم، وعلى رأسهم احرار فتح، ركز لي على هاي، على رأسهم احرار فتح، هم رافضين لهاي الكمة لانهم عارفين مدى خطورتها.